السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في خبر جديد من بي نيوز. نشرت الأميرة السعودية نوف بنت عبد الله بن محمد بن سعود تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر، أشارت فيه للإفراج عن الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز. وقالت نوف: الحمد لله والفضل والمنة لله رب العالمين، دمت لنا سالما يا أبو عبد الله. ولم يصدر حتى اللحظة تأكيد رسمي من السلطات السعودية، إلا أن بعض المصادر تحدثت عن مغادرة الأمير متعب لفندق ريتز كارلتون، حيث يتم احتجاز الموقوفين في حملة مكافحة الفساد في السعودية، وذلك وفقا لرويترز. وكانت حسابات سعودية ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت أنباء تفيد بالإفراج عن وزير الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبد الله. وذكرت الحسابات السعودية أن الأمير متعب استقبل الزائرين في قصره بالروضة في العاصمة الرياض، ولا يعرف حتى الساعة إن كان إطلاق سراح وزير الحرس الوطني السابق تم عن طريق تبرئته كما هو متداول، أم جاء ضمن صفقات التسوية التي كشف عنها مؤخرا، والتي تتضمن تنازل موقوفين عن بعض ممتلكاتهم وإرجاعها لخزينة الدولة مقابل الإفراج عنهم، وهو ما يدخل ضمن اختصاصات اللجنة التي تمنعها حق المرونة في التعاطي الإيجابي معها مع المتعاونين معها من الموقوفين في قضايا فساد. وبعد الإفراج عن الأمير متعب تم الإفراج عن الطبيشي مقابل تسوية مالية ضخمة. فقد أفرجت اللجنة العليا لمكافحة الفساد في السعودية عن أحد المتهمين في حملة الفساد الكبيرة التي طالت مطلع الشهر الجاري أمراء وزراء ورجال أعمال مقابل تنازله عن جزء من أمواله لصالح خزينة الدولة ضمن تسوية حكومية مع المدانين بالفساد. وعلم أيرمن نيوز أن رئيس المراسم الملكية السابق محمد طبيشي غادر فندق ليرز كارلتون في الرياض، والذي يحتجز فيه ما يقارب 200 متهم آخر بالفساد، من بينهم أمراء بارزون ووزراء حاليون وسابقون ورجال أعمال. وتم الإفراج عن الطبيشي معدة سوية حكومية تقوم على تنازل المدان بالفساد عن جزء من ثروته غير المشروعة، حيث تنازل الطبيشي عن مبلغ نحو 120 مليون دولار. كما شملت الصفقة التسوية تنازل الطبيشي عن مزرعته الشهيرة في الرياض والتي تحمل اسم مزرعة السامرية. وتداول مغردون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات للمزرعة الكبيرة شمال العاصمة الرياض، وصدت تقديرات بلوغ قيمتها قرابة 106 ملايين دولار.